وشك عالسكيت حطوا المي بدل الزيت عبوا سراجك عالسكيت حطوا المي بدل الزيت ولعت المي وصليت وسكرت بالله الحبيت هي كانت أول آي وبعد كررت الحكاية وظلمت عالمنا الخبرية بلشت هلا هو وقع خينا حسن بصيف 2015 وأنا صرت متابعه لأنه حسن بيشتغل معي كان ببيته بالجنوب زحط على الدرج وكسر إجره الشمال من عند الكاحل ونقلوه على مستشفى ميس الجبل وجبروا له إجره وأخذ وقته لحتى يفك الجفصين فهو مجفصن وجع اجره عم بيزيد كل ما تقدم الوقت بدل ما يصح عم بيزيد وجعه كنا صرنا تقريبا نحن باول 2016 بكانون الثاني وانا عطول في اذا مش كل اسبوع كل اسبوعين ثلاثه بدق له لحسن طمنا يا حسن شو القصه معك فما بشوف حسن إلا جاي لعندي على الورشة على كذا لك شو بيك مش هتعرف تصح العالم بشهرين ثلاثة بتصح وبيمشي الحال قال لي عجبك حكمولنا هلأ بعملية ولازم نعمل عملية قلت له شو رأيك نعمل العملية بدون عملية بدون دفع مصاري بدون قطب بدون دم بدون أوجع قال لي شو بدك تقلي؟ خبرني مش عم بفهم عليك. قلت له بتآمن انت؟ بتآمن كلمة ما بتنقل لشخص شيوعي. ابو علي من اخواننا الشيعة وبالوقت نفسه ينتمي للحزب الشيوعي. قلت له بتآمن انه مر شربل بيشفيك؟ رجع يطلع باصحابه كلهم بالشباب اللي بيشتغلوا معنا. يرجع يطلع فيه ويطلع فيه وقال لي بآمن بحر العجايب طايف بهالكون رفرف جفونك تسمى تنزل حبك ما فرق بين لون ولون ومن وين جاي ما كنت تسأل ما في شي جمعتين ونص 17 يوم طلعنا عمر شربل طلعنا زرنا المحبسة أنا ومدامتي وصلينا وطلبنا عمر شربل يتشفع بخينا حسن ورجعنا نزلنا على الدير عملنا واجباتنا الدينية وجبنا له الدواء وبقينا جايين راحت القصة يوم يومين ما بشوفه إلا جاي وكمان على العكازات عدت نشرب قهوة قعد قمت أنا فتحت الخزانة فتحت شنطتي شلت له الكيس من مزار مر شربل الكيس الأبيض الصغير فضل أبو علي أخذ الكيس لقط الكيس وفتحه شاف شمعة شاف كيس صغير فيه نتفة بخور وكيس تاني صغير فيه قطنة زيت عصب هيدا يعني شو هول شو بدي أعمل فيهن ها بفوت ابو علي دغري بضل فايت على اوضه النوم بشيل هالشمعه وبيولع اول شغله بيعملها ولع الشمعه واجا توجه على الصالون تيقعد مع جيرانه وقرايبينه اللي هن موجودين بالصالون هو وصل وقعد وبلش عطر غريب ينسي في عيونك لعينينا نور زهرت عشقونك حبة البخور ساعتها لما حلف فزت مرته بلشت تبرم بيتهم كبير اربع خمس اوض بلشت تبرم من اوضه لاوضه لاوضه لتعرف منين جايه الريحه توصل على اوضتهم هي وابو علي
وبتلاقي الشمعة والعة والأوضة عبقة بريحة السماء. ريحة ما حدا بيحلم يشم منها هالأرض. وبتصرخ ملوى تما بيقولوا اركضوا شوفوا هالريحة. ما بقي حدا بالسلام. وأبو علي على العكازات كان راكد وراها من غرفة لغرفة. وهن شافوا هالمشهد وشموا هالريحة ضجت. هون بلشوا الجيران يعيطوا للجيران وجيران الجيران يعيطوا للجيران واجتمع كل حي السلم ببيت خينا أبو علي. بس حس الشمعة شو عملت قال في شيء غير طبيعي، في شيء فوق الطبيعة. فدهن زيت اجره وراسه ومضامته شايفة وراح حسن فقيه ونام بالتخت. شي سبعة بين سبعة سبعة ونص بين الغافي والواعي بتخته. عنده بنته المجوزة عندها طفلة إلنا عمرها سنة ونص وأول مشية وعم يلعب. عم تلعب البنت بالصالون حد الجامعة. بتقوم بتطلع على الفوتاي أو على سكاملة وبتطرق وقع البنت. وحسن فقيه بتاخده لا واعي ولا غافي يعني، لأنه أجره معطوبة ومش عم يشتغل، وقفوا عن الشغل كان وقتها. فبتوقع الطفلة، بتصرخ الطفلة، بيصرخوا الكل سوا. وهيدي أول حفيدة. حسن فقيه سمع صوت الطفلة وقعتها وسمع صوت الكل صرخه، ما وعي على حاله، نط مثل الأخوات، لا فايق على أجره ولا فايق على عكازات ولا فايق على شيء. تاني يوم أو تالت يوم إجا لعندي على كليمونسو. وصل حسن فقيه، فتح باب الأسانسور، ما بسمع إلا صوت عالي، والله يخلي لي اياك يا معلمي، والله يطول بعمرك، والله يخلي لك الاولاد، وانا بشكرك، وانا ديركت. هذا صوت حسن فقيه ببرم مثل اخوت. بلاقي حسن فقيه بدل ما يكون مهدل عكازيته وعم ينطط على اجر وحده، حسن فقيه ايديه بالشاو وعم بشاوبر مثل عم يحتفلوا. فعم يحتفل كان الزلمه. ساعتها انا اتخذت قلت له الشكر بس للرب يسوع ولمر شربي اللي تشفع لك. الرب يسوع هو اللي شفاك وانا ما إلي جميل. راحت الايام حوالي شهرين ونص ثلاثه، فواحد خينا حسن فقيه على دعسه ببيته ظهر على الكوريدور لقى عملاق. حسن فقيه مربوع فبده يعمل حاله انه قبضاي ببيته، بده يبين على حاله. قال له ايه انت كيف فت لهون، انت مين، شو عم تعمل هون؟ عم يحكي حكي خفان، عم يرجف برا. صوبه مر شربل شاف وجهه منور، الابوعة على راسه والنور حوالي البرنيطة، الابوعة دقنه طويلة، رفع له ايده هيك اليمين وقال له انا البركة. فحسن فقيه لما حس هيك شاف دغري قال لي حسيت انه هيدا مر شربل، مع انه هو مش شايف مر شربل ولا بيعرفه. فقال لي حسيته مر شربل. قال له تفضل. ساعتها حسن فقيه لما شافه هيك قال له انا البركه. قال له تفضل اعمل لك فنجان قهوه، نسيك كبايه شاي. رفع له ايده الثاني انه لا، وبرم مر شربل بده يفل من البيت. قال له حسن فقيه طيب عمالك لافتح لك الباب؟ قال له بركه. يا سلال الكرم تعبي عنه سرك لا تخبي، يا سلال الكرم تعبي عنه سرك لا تخبي، ما بينقص منك. ومرته وعيت بالتخت على صوته. فت على اوضه النوم قالت له انت مين عم تحكي؟ قال لها ما عم بحكي انا وحدا. قالت له مبلا عم تحكي، سمعت صوتك وعيت صوتك. نكر لها المره الثانيه.
قلت له طيب ليه عم بتحاول تكذب علي؟ ما عم بقول لك انا وعيت على صوتك وسمعتك عم تحكي. قال لك كان مار شربين هون، كنت عم بحكي مع مار شربين. قلت له انا وعيت من نومي على صوتك، كنت شايف العذراء بعين والمسيح بالعين الثاني. نهار 7 ايلول كانت الدولة اعلنت انهار حداد على شهداء الجيش. قبل بيوم نهار 7 بقول له يا ابو علي شو عندك بكره؟ قال لي ما عندي شيء. تلاقينا تاني يوم الصبح وطلعنا، طلعنا زرنا المسبح المحبسي وعملنا واجباتنا وبرمنا وخدنا له صور تذكاريه لحسن فقيه مع مار شربي لفوق، ونزلنا على الدير كمان عملنا واجباتنا تحت، ورجعنا فتنا عند ابونا لويس. ابونا لويس استقبلنا على الباب بكل ترحاب وبفرح وبسمه، وعزمنا تنقعد وبلشنا بنخبره الخبري. وصل عندي شهيد ياسين قعدان وحسن علي فقيه قعد محلك والباب مفتوح للاخر. الخزانه هي ما كانش ركبت بعد، كان الباب مفتوح اكثر، والشهيد خطه حلو، هو خطه فشكل بالعربي، كلف شهيد يعبي الملف الاعجوبي، وبيعرفوا الحسن عن الغيب لانه كان يشتغل معه. هلا وصلنا باخر تسجيل الاعجوبي، ما بنلاقي الا شهيد ياسين ركض على الباب، حسن علي فقيه ركض على الباب، شفناه غامر شخص وضع ايديه انه في شخص مقابله غعابته وعم يبوس له ايديه من الجهتين. اخرت القضيه شي 7 ثواني، قال له خليك هيك. مر شربل نخ هيك صار يعمل له بايده، رجع يعمل له بشعراته بايده ورجع نخ باسه براسه وبده يفل مر شربل. ما بشوف انا الا المسبحه تعلقت بايده بهالشكل من هون هيك والصليب لتحت. ابونا لويس ما شاف المنظر هيدا، المسبحه كيف تعلقت، فانا شفتها. فالمر شربل حسن فقيه صار متاخد، ضب المسبحه بايده الثاني وصار عم يرجف وكرز لحتى انه ايده المسبحه بايده ما مبين انه هي ايده هيدي اكبر من هي، مع انه صارت المسبحه كلها بهالايد. ولما حسن فقيه رجع وقعد محله وصار ركز انه بايده في شيء، حسن فقيه كان بس حط المسبحه بايده كانه ما كان في شيء بايده، بس رجع حس في شيء بايده، صار يطلع بايده مفنجر هيك ويفتح شوي شوي شوي، لقاها بهالشكل والصليب على الوجه، وصار يصرخ وينط وينط، اعطاني مسبحه اعطاني مسبحه اعطاني مسبحه، وصار يبوس الصليب والمسبحه ويفرك وجهه وراسه فيهم، يبوس ويفرك راسه ووجهه فيهم. قال لي ليش اعطاني اياها؟ شو هي؟ ضرب ايده على جيبته وشال المسبحه طقطق بيضاء، لانه معود على المسبحه هيدي. بس المسبحه هي شو هي؟ قلت له هاي بتصلي فيها العذراء. قال لي ليش اعطاني اياها مار شربل؟ قلت له تتحطها برقبتك وكل بدقات بحبيتها تتذكر انه مار شربل شفى لك اجرك. بين الاعجوبي انا حسن علي فقيه الشيعي المسلم من ضيعه رب 30 جيت اشكر مار شربل على شفاء رجلي وسجلت اعجوبه شفاء. عوسع السما عينيك وجسمك عالحجر مرتاح شربل، بهزتن ايديك جبال من الحزن بتنزاح، عوسع السما عينيك وجسمك عالحجر مرتاح شربل، بهزتن ايديك جبال من الحزن بتنزاح، يا لهفة الموجوع والفزعان ليك، باب السما لك زوارك افتح. We'll be right back.